كفاية، اطلعوا كلكم برا من قدامي ما عدا الرجالة دول. قربوا علي. أنا يوسف. أيوة يوسف. قولوا لي، هو أبويا لسه عايش؟ قربوا مني، قربوا، ما تخافوش. ولما شافوا نفسهم قدام يوسف اتصدموا من الذهول والخوف، اكمنهم كانوا مفكرين انهم مش هيشوفوه تاني. ايه صوت العياط ده؟ هو مولانا بيعيط ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ماله؟ لازم فرعون يعرف وانا هبلغه. أنا أخوكم يوسف، أخوكم يوسف اللي بعتوه زمان للتجار. خلاص ولا يهمكم، أنا مش بحاسبكم دلوقتي، وما صعبش عليكم إنكم بعتوني. ده ربنا هو اللي بعتني هنا عشان يحافظ على حياتكم أنتم وأولادكم. فاتت سنتين من سنين المجاعة، ولسه 5 سنين باقيين لا فيهم زرع ولا حصاد. قربوا عليا يا اخواتي، مش انتوا اللي جبتوني مصر، ربنا هو اللي جابني، وهو اللي خلاني ابقى مستشار فرعون، وابقى تاني اهم راجل في مصر ومسؤول عن كل الحكومة وعن كل مصر.